في حلقه جديده من هاني وماريان في بلد الامريكا. الجو نار 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 يا جماعه والله، الجو حر يعني، الدنيا حر قوي، او يمكن عشان انا بشرب قهوه الله اعلم يعني. المهم السؤال جاي لسه حالا، والسؤال يعني هو السؤال بقاله ساعتين، والسؤال طازه يعني حالا. تقول ازاي اقدر اوفق ما بين الشغل وانا واحده حامل واخد اجازاتي كلها واخد فلوس يعني تاخد مرتبها يعني. رايكوا في انشال؟ محدش قال ان شاء الله، عشان خدتوا بالكم اصلا؟ عشان هاني مش واخد باله ان انا مغيره ان شاء الله. المهم فده السؤال، تعالوا النهارده نجاوب على ازاي انا اكون عندي انا واحده حامل واقدر اخد يعني المرتب بتاعي. ده بقى بيختلف يا جماعه، انت متثبته ولا مش متثبته، شغاله حكومي ولا شغاله في قطاع خاص، حامل في قد ايه، حامل في قد ايه. في ناس بتبقى اللي فوق ال 40 او فوق 35 بيبقوا هاي ريسك وبيبقوا معرضين للامراض او التعب او اللي حصل معاهم اكتر من مره اجهاض لا قدر الله، بيبقى ده بنسموهم هاي ريسك. طيب يا ماريان انا عايزه اخد المرتبي. حضرتك مش بمزاجك كده تروحي تعملي انا تعبانه وعايزه اقعد، لا انت بتقولي للدكتور بتاعك دكتور النساء اللي انت بتتعاملي معاه انا تعبانه، هو بقى بيشوف حالتك الصحيه سواء عندك اجهاض متكرر، عندك يعني قولي معايا اللي هو الناس اللي بيبقى عرضه للامراض، حملك فوق ال 35 او ال 40 وحمل خطر، ده الحاله الوحيده اللي هيديكي فيها. وعلى حسب الدكتور هو شايف الوضع ايه بالنسبه له، مش جهجهوني كده لاي حد هياخد يعني. احنا عارفين احنا ستات المصريين اول ما الواحد، انا على فكره انا كنت بشتغل وانا حامل في مارفل، ان الليله اللي انا راح اولد فيها، انا راح اولد يوم 22 8 يوم 21 ده، انا كنت عارف اللي بيقولوا مسحه بلاط المحل، انا كنت مسحه بلاط المحل حرفيا والله العظيم زي ما بحكي لكم كده. حتى العمال اللي كانوا بيشتغلوا، كنت لسه تعين جديد، كان العمال اللي بيشتغلوا معانا بيبصوا للسوبرفايزر اللي بتعمل كده يعني انت حرام عليك اللي بتعمليه، واصلا انا يعني انا شغاله لغايه اخر وقت. فحاجه اسمها، خلي بالكم من الاسم ده كده، FMLA ده اسم الفورمه اللي هتتعمل. ده الدكتور هو اللي بيكتبها وبيخاطب الانشورنس. وهل انت تبع يونيوم ولا مش تبع يونيوم؟ ما برضو اصل حوارات يا جماعه. الفيلم الايه بتجدد كل 6 شهور على حسب برضو الولايه، يعني هنا بيجددوه على حسب كل 6 شهور. يعني انا هاني جوزي واخد حاجه اسمها الفيلم الايه. الفيلم الايه ده بيقول له بدل احنا مثلا البلاصه بتاعت المحل عندنا ما نقدرش نتكلم سكه كتير مثلا، هو يديله انه يتكلم مرتين في الشهر، ما يتحسبش عليه. يعني ايه ما يتحسبش عليه؟ ما يسالهوش يقول له انت اتكلمت ليه سك، يقول لهم انا النهارده متكلم عشان رجلي وجعاني، انا عندي مشكله في الرجل، يقول لهم انا النهارده بتكلم اف ام ال اي لكن بتكلم سك، ده بتتحسب يعني ايه، بيبقى اجينس هام. وطبعا في كده الاحوال انت بتاخدها على حسابك انت، القصه معاكي ان انت عايزه تقعدي من الشغل وانت حامل وتاخدي مرتبك. فهي حاجه من الاثنين اللي هتعمليها دلوقتي حضرتك، لما هتروحي كونتاكت الدكتور، انا تعبانه انا عايزه اخد اجازه. بس قبل ما تعملي دي اول خطوه، تاني خطوه تروحي تتكلمي الاتش ار اللي عندك، تقولي لها دلوقتي الوضع كذا كذا، ما توريش ورقه الدكتور. خلي بالك هم هيلتزموا جدا بورقه الدكتور. يعني انا من رايي تسالي الاول الريكويرمنت اللي عندك في الشغل، ايه الوضع اللي انا هقدر اخد بيه اجازه. لو انت تعبانه قوي وعايزه تاخدي اجازه، هو الاول بيبتدي يقلل ساعات العمل، مثلا بدل ما تشتغلي 8 ساعات يشغلك 5 ساعات مثلا، وبيواتش ات لو اشتغلت اكتر من 5 ساعات بيبقى غلط على المحل والكلام ده. دي اول حاجه لو هو شايف ان الوضع مش سهل انك تقعدي. هيقول لك مثلا ما تشيليش حاجات تقيله، مالكيش اكتر من 15 باوند، مالكيش اكتر من 20 باوند، ده برده من الحاجات اللي بتتاخد. بس انا عشان كده بقول لك شوفي الاتش ان ار الاول، تقول لها ايه الريكوير، ممكن يكون انت ما عندكيش اللي يغطي، ما هو اصل انت الولاده دي بيسموها ايه يا جماعه، شورت تايم ديسابيلتي، ان انا باخد اجازه لمده 3 شهور بيدفعوا لي من اليونيوم ده، او انا بتكلم على اللي عندنا بيدفع لنا تبع اليونيوم
وله اسم كده انا بقولها لجوني مخلص. ف لو انت ما عندكيش ده في الشغل مش هيدفع لك، فاسالي الاول في الاتش ان ار عندكم او البي رول بتاعكم، شوفوا هيغطيها ازاي، البنفيت بتاعتك ايه في الوضع ده. لو انا تعبانه وعايزه اخد اجازه ساعه الحمل، او لو الدكتور طلب ان انا اقلل ساعاتي، ايه الوضع؟ لو قالت لك كذا وكذا وكذا، لان لو اصل دي حصلت معايا، قالت لي انا كنت فاكره ان انا اول انا اشتغلت كان لسه انا كنت لسه تعيين جديد، انا تميت 90 يوم وبعد كده كانت تماهم 2/8 وولدت تماهم 9/8 وولدت في 22/8، فجي وانا ما خدتش يوم اجازه، فجوا قالوا لي ممكن يدفعوا لك الولاده شورت تيرم ديسابيلتي. لا ما تدفعليش، انا ما عنديش شورت، ما دفعت لهمش شورت تيرم ديسابيلتي، يعني انا ما اشتغلتش ان انا حوشت فلوس انها تدفع. يعني لكن النهارده لو رحت مثلا خدت اجازه 10 شهور، دكتور كتب اجازه 10 هتدفع لي، انا عندي رصيد معاه، بس مش هديكي اكتر من الرصيد، فاهماني؟ هي عباره زي فلوس انت معايناها. قال لك هتقعدي معاكي مثلا 100,000 في الرصيد ده اللي انت حاوش، طبعا مفيش 100,000، عينة 100,000 مثلا، او عينة 10 دولار، نتكلم في حاجة بسيطة، عينة 10 دولار. جيت انت ومرتبك كله في التسع شهور جاب 10 دولار، يبقى زي الفل. جي مرتبك جاب 12 دولار، يبقى هتاخدي بس هتشتغلي لغاية 10 دولار ويرجعك. ايه خيارك بقى؟ عايز ترجعي تكملي التسع شهور، ولا ترجعي تاخدي الفلوس؟ ففي ناس كتيره بترجع قبل ما بتكون عملت مدتها كلها للدكتور اللي كتب عليه، فخلوا بالكم من الحكايه دي. فانت اول حاجه هتروحي على الاتش ان ار لما عايزه البنفيت بتاعتي، وبعدها تتكلمي مع الدكتور. هنا كل حاجه يا جماعه جايز، بس كله بالقانون. يعني انت عندك الشورت تيرم ديسابيلتي او اللونج تيرم ديسابيلتي، لو انت عندك اعاقه لا قدر الله او حاجه، ممكن بتاخدها في الليلتين. طبعا حتى بقى الكونسلت الدكاتره اللي بتحصل، او الدكتور الريكومنديشن بتاع الدكتور وهما بيمشوا عليه. فانت في كل الاحوال انت محتاجه كونتاكت الاتش ان ار، تفهمي الدنيا ماشيه عندك ازاي، هل انت تعيين مثبت ولا مش مثبت، هل انت بار تايم ولا فول تايم. ده كله بيفرق، ده كله بيفرق، مش 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 حاجه كده جهجهون. يعني مثلا احنا في المكان اللي احنا بنشتغل فيه، في ناس ممكن تاخد يعني اكتر من حاله، في ناس بتبقى قاعده لغايه اخر يوم بتولد، يعني تلاقيها شايفاها النهارده الصبح تقول بكره بقول ده فلانه ولدت. وفي على حسب الدكتور، ما هو مش اي هنا مش حسب اللعب، يعني ما فيش فيها لعب، يعني دكتور بيعمل. في ناس مثلا تقول لك اصل انا عندي صداع، والله العظيم بتشوفها مش قادره اجي الشغل، والانشورنس بيكفرها. طيب الاف بيكفر قد ايه؟ الاف يعني الشورت تيرم ديسابيلتي بيكفر 60% من اصل الشيك بتاعك، من اصل الشيك. يعني انا مثلا لو بتقبضي 1000 دولار قبل الضرايب، هو هيديكي 600 دولار صافي، بس ما لهمش ضرايب، يعني ما بياخدش عليهم ضرايب، بس بتدفعي عليهم ضرايب اخر السنه، فاهمين حاجه؟ تمام كده؟ تمام. والبروسيس بتاع الورق قبل ما بيجي يدفع لك ممكن تاخد 3 اسابيع قبل ما الفلوس بترجع. ايه يا استاذ هاني خير؟ انت كنت سايب تليفونك؟ انت صوتك عالي يا هاني. عادي. استنى عايز اسالك سؤال. إيه؟ اسال هاني على اسم الدوله اللي انا قلت لك عليها. ايش وان؟ اللي انا بعته لك اول مره. قول له ده بتاع ايه؟ اوكي. بس انا قاعده واصدقائي ورايا الجو، بس الجو حر ما قدرتش اقعد معاهم والله. بس قعدت في العربيه شويه وبعد كده بقى اطلع لك. تعمل حلقه؟ نعم. بس فده اللي بيجرى. يعني انا مثلا انا واحده من الناس لو الدكتور كتب لي 3 ايام سك مثلا محتاجه راحه او ضغطك عالي، لان ده بتحصل كتيره مع هاني مثلا الحكايه، لما يكون ضغطه عالي بيكتب له 3 ايام انه يقعد في البيت. الانشورنس او اليونيون ما بيدفعهوش، اليونيون بيدفع لو في حاله ان هي اكتر من 3 اسابيع. خلي بالكم برضو من النقطه دي، يعني لو اداكي اجازه اسبوع دكتور او 10 ايام، التامين ايه منظمه العمل او مكتب العمل ما بتفحش، اللي بتفحها اكتر من 3 اسابيع. في حاله الولاده هو هنا كقانون البلد هنا او كقانون مثلا الولاده عامه 6 اسابيع في الطبيعي و 8 في القيصري، الا اذا لو الدكتور كتب غير كده.
وما تقدريش ترجعي شغلك غير بورقه من الدكتور. انا دي انا جربتها وعارف. انا رجعت في مارفيلا بدري تقريبا، ما كملتش شهر، ما كملتش 4 اسابيع، بس قالت لي انا عايزه ورقه من الدكتور. قلت لها حاضر. انا كان عندي التست بتاعي، هما اللي جم طلبوني بقى ساعتها. المفروض قالت لك ايه، ما تجيش غير لما تعملي ورقه الدكتور. جت ساعتها قالت لي انا مزنوقه فيكي في يوم، ممكن تيجي تشتغلي اليوم ده؟ قلت لها اوكي. كان حاجه 20/9. قلت لها اوكي. انت بتشتغلي بكره؟ قلت لها ما حاطيني على الجدول. طب انا ما جبتش ورقه الدكتور. قالت لي لا جيبها لي بقى لما الاسبوع الجاي تعملي لي ورقه الدكتور. انا الدكتور بتاعي لسه اسبوع مثلا. طب هاتي لي الورقه لما، وانا كنت شغاله، بس هو كان مزنوق فيا في طبيعه الشغل. دلوقتي ممكن ما تحصلش الكلام ده. والله لون جميل عليا، والله لون جميل. انا كنت زعلانه ومتضايقه على ان شعري مش حلو، بس لا ده نضاره، ده نضاره اللي وقعت. استنى بقى فلوسي اهي. بس فالدنيا تبقى مظبطه لو انت عارفه اللي ليكي واللي عليكي كويس في الشغل. لو انت عارفه ايه الشورت تيرم ديسابيلتي واللونج تيرم ديسابيلتي. الشورت تيرم ديسابيلتي اللي انت هتقدري تاخدي عليه الولاده حاجه اسمها شورت تيرم ديسابيلتي، بيكتب له فورمه اسمها اف ام ال اي. ممكن تختلف اسم الفورمه دي عن مكان لمكان. واللي بيديكي ورق بتمليه عشان كده بتاخدي من الاتش ان ار الورق وبتاخديه توديه للدكتور، والدكتور هو اللي بيخاطب التامين او الانشورنس. انتوا مالكيش دعوه بالحوارات دي، عشان انا معكوكه في التامين والدكتور والانشورنس. لما انا هاكل بتوع الانشورنس دول على اخرهم. والله امبارح كنت بتخانق مع بتوع التامين. بس فانا باجي اقول لكم على اللي بيحصل بقى. حاجه اسمها شورت تيرم ديسابيلتي في حاله الولاده لازم يتعمل لك قبل. لو عايزه قبلها بيتعمل لك حاجه اسمها اف ام ال اي. انت كده كده هتتكفر ساعه الولاده، الست اسابيع بتوع الولاده مثلا هيكفره لك كفلوس. برضو على حسب انت عامله شورت. لو انت مش عامله شورت تيرم ديسابيلتي مش احنا عامه احنا عندنا في الشغل بتاعي لازم ان انا اعمل الشورت تيرم ديسابيلتي واللونج تيرم ديسابيلتي، وبتلاقي واخد منك مبلغ في البيت شيك بتاعك، بتلاقي في التفنيطه بتاعت واخد منك مبلغ. ممكن في فروع تانية مش واخد منك حاجه، ممكن شركات تانية ما تبقاش مهتميه بالكلام ده. فعلى حسب برضو المكان اللي بتشتغلي فيه. عشان كده انا بقول لك روحي اسالي الاتش ان ار، سبيشال لو بتشتغلي في الجوفرمنت كمان بتبقى ليهم رولز مختلفه، ديستريكت مختلفه، فكل مكان له الرولز بتاعته وله البلاس بتاعه. فشوفي انت عندك ايه وربنا معاكي ويقومك بالف سلامه يا رب. استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان. باي باي.